واقفه قصاد البوتاجاز شايفه النار في ايه تاني؟ خلاص ولا لا؟ بلعب في الفيشه بمسمار الكهرباء في الكتريست. انت فاكر ان دي الانرجي الثابته؟ غلط، مش هتشتي بس الانرجي. اي شيء ساكن في الدنيا ما بيتحركش جواه انرجي. يعني ايه؟ يعني بسم الله اسالك سؤال، الديسك ده شايفينه ولا لا؟ الديسك ده واقف مكانه، انا مشيت ورجعت لقيته واقف مكانه. فاسالكم سؤال، ده جواه طاقه ولا لا؟ بمفهوم كانوني مش جواه طاقه. ليه؟ ما بيتحركش. فانت قايس الطاقه غلط، الطاقه مش معناها حركه. تعال اثبت لك ان هو جواه طاقه. معايا ولا لا؟ مش ده خشب؟